Grammar Unit 4. Comparative and superlative adjectives. Adjectives الصفات. الكومباراتيف يعني مقارنة بين اثنين. Superlative يعني تفضيل واحد على الآخرين أو مقارنة بين واحد وكل الآخرين. إيه خلاصة الكلام ده كله؟ خلاصة الكلام ده إن الأدجكتيفز الصفات عندي قسمين أدجكتيفز الصفات قسمين منها صفات يعني قصيرة short وصفات طويلة long. الصفات القصيرة دي يعني بتجي لنا زي كده مثلا زي hot أو tall أو big noisy صفة قصيرة فيها مقطع واحد. طيب الصفات الطويلة زي كده مثلا expensive فيها ثلاث مقاطع interesting يعني شيق فيها كذا مقطع كمان beautiful جميل أو popular محبوب أو شائع دي صفات طويلة فيها أكثر من مقطع ده كده يعتبر مقطع expensive. المقطع بيتحرك فيه الفك السفلي للفم مرة واحدة يعني لو جربنا نشوف الفك السفلي يتحرك في expensive ثلاث مرات expensive. لكن مثلا هنا big tall hot noisy هي مقطع واحد. طيب الcomparative لما اجي اقارن بين اثنين بنعمل ايه مع الصفة القصيرة؟ الصفة القصيرة دي بنضيف لها ER غالبا كده بيبقى فيه بعدها كلمة than يعني انا عايز اقول اطول واحد اطول من واحد تاني استخدم الصفة tall واقول هذا taller than ممكن اقول Ali is taller than أحمد أضفنا للصفة ER لأنها صفة قصيرة. طيب لو صفة طويلة الصفة الطويلة لا يضاف لها ER لكن نحط قبلها كلمة more أنا عايز أقول سيارة أغلى من سيارة تانية أقول كده مثلا car A is more expensive الصفة لم يضف لها أي شيء more expensive than من يعني هنا كمان ممكن يجي than more expensive than car B حطيت more قبل الصفة expensive أما هنا في الصفة القصيرة ضفت لها ER ده لما أكون أنا بقارن بين اثنين اسمها comparative car A car B عندي اثنين في الجملة ده الكومباراتيف. طيب لو بقارن بين واحد وكل الآخرين بيكون اسمها superlative ازاي؟ superlative يعني المقارنة بين واحد والآخرين هنا الصفة القصيرة صفة قصيرة okay. أضف لها في آخرها كده EST وأحط قبلها the إزاي؟ مثلا علي هو أطول واحد في الفصل أو أطول واحد في شارعنا أو كده يبقى علي is the tallest ثواني
The tallest student in مثلا in the class أو in our class. لأن أنا هنا بقارن بين علي وبين كل الطلاب في الفصل. ما بقارنش بين اتنين. لو كانت الصفة طويلة هل أضيف لها EST؟ لا، بحط قبلها كلمة the most. The most والصفة على طول، يعني مثلا علي هو أكثر طالب شيق في الفصل في التعامل أو في كذا. خلاص نقول علي is the most interesting student in our class. حطيت قبل الصفة the most وادي الصفة interesting عشان هي طويلة. ده الفرق بين superlative اللي هو مقارنة بين واحد والآخرين وبين comparative. هنا كنت بضيف ER وكنت بحط هنا كلمة more. أوكي، لكن هنا لما أقارن بين واحد والآخرين بضيف EST وفي the قبلها، مع الطويلة بحط قبلها the most. مثلا الرياض هي أكبر مدينة. طيب أكبر يعني big، يعني أو كبير يعني big، فدي تدخل في الصفات القصيرة، فأنا هقول أحطها هنا تدخل في تحت اللاين ده، تبقى the biggest. لكن لو هي مثلا أغلى مدينة في المصاريف أو السكن أو شيء، خلاص أقول كده the most expensive. لكن المدينة مثلا هي أكثر مدينة محبوبة، أقول كده the most popular. وهكذا أستخدم أو beloved برضو نفس المعنى، أو هذه أقوى طبعا. أستخدم the most مع الصفات الطويلة. أوكي، تلاحظوا هنا في صفة زي big دي، علشان هنا عندي آخر الصفة حرف ساكن وقبله حرف متحرك، فلازم نعمل دبل كده زي big biggest، أو كمان نقول bigger أكبر من واحد تاني. وزي hot كمان أقول hot يعني حار، طيب hotter أعمل double T. big و hot أشهر الصفات دي، ده في إضافة الـ ER أو الـ EST كمان، يعني أهو كمان عملنا double G. لو كانت الصفة آخرها Y زي مثلا easy، دي آخرها Y وقبل الـ Y حرف ساكن، يعني مش من الحروف العلة الخمسة، مش A ولا E ولا I ولا O ولا U، ده حرف S. في الحالة دي أقول كده easier أو easiest. easy يعني سهل، أنا عايز أقول شيء أسهل من شيء تاني، بغير كده بحذف الواي وبخليها I، أو هو الأسهل بقول easiest، أو بمعنى صح يعني the easiest، لأن في هنا the لازم يكون في هنا the. طيب لو هي صفة أخرها E هضيف EST؟ لا، يعني مثلا زي عندي صفة large، large يعني كبير، عايز أقول أكبر هقول كده larger، بضيف R بس. أو هو الأكبر أقول the largest EST، خلاص ما بضيفش E هو ST بس. دول ثلاث ملاحظات، إن إحنا نضيف R أو ST للآخرها E، إن إحنا ندبل الحرف أو نعمل دبل لو في قبله حرف متحرك من الحروف دي، يعني ان احنا نحذف الواي ونحولها لاي لو في قبلها حرف ساكن، يعني مش من الحروف المتحركه الخمسه. طيب جميل. طيب لو اتنين متساويين في الصفه، الاول قبل الاتنين المتساويين في الصفه، الصفه جود، صفة شاذة والصفة باد كذلك، يعني صفة شاذة irregular.
مفروض على القاعدة good يعني جيد، طب أنا أقول أحسن من واحد تاني أو أجود منه أقول gooder كده، على القاعدة أقول gooder، وأجي هنا أقول the goodest كده على القاعدة، بضيف est وبضيف er. لكن الصفة دي ما بتمشيش على القاعدة، الصفة دي شاذة، في مقارنة بين اتنين بيبقى اسمها bitter، وتفضيل واحد على الآخرين بتبقى إيه the best، الأفضل. اوكي طيب باد، عايز اقول واحد او شيء سيء اقول باد، طيب اسوأ من شيء تاني، هل امشي على القاعده وادبل كمان الدي عشان قبلها حرف ال او متحرك واحط اي ار واقول هنا كده ذا بادست؟ هي دي القاعده اللي احنا ماشيين عليها مع الصفات القصيره. لا كل دول غلط، لما اجي اقول اسوأ من شيء تاني أو شخص تاني أو هكذا أو مكان تاني أقول worse than، من مكان تاني، وهذا هو الأسوأ يبقى أقول the worst هكذا. كده انتهى تماما السوبرلاتيف والكومباراتيف. بقى لنا لو تساوى الموصوفين في الصفة بنحطهم بين as و as، ونحط الصفة هنا كده adjective بين as و as، الصفة سواء كانت قصيرة أو طويلة short adjective أو long adjective. يعني مثلا علي وأحمد نفس العمر، خلاص نقول علي is as old as أحمد، ما فيش أي تغيير بيحصل على الصفة اللي بين as و as. طيب لو علي مثلا عايزين نعطيه صفة طويلة زي ما قلنا قبل كده يعني popular مثلا، معروف محبوب مشهور الشخص هذا، نفس الكلام popular أو interesting، ما فيش أي تغيير للصفة لما تيجي بين as و as. تمام كده خلصت القاعدة كلها. نبدأ ناخد تمارين كده، نحل هنا exercise 2 ده. choose the comparative أو superlative. number 1 This is drier ولا the driest year on record. يعني هذه السنة year أكثر سنة فيها جفاف يعني on record في السجل أو في الرقم القياسي. There has been no rain ما في مطر for 2 months لمدة شهرين. هل أنا هنا بقارن بين اثنين علشان آخذ الصفة اللي آخرها ER؟ لا ما عنديش سنتين أقارن بينهم، فأنا هنا حالة superlative أخذ the driest. number 2 this winter هذا الشتاء is colder أو the coldest than last winter. أول علامة عندي على المقارنة بين اثنين الكومباراتيف يعني than، العلامة الثانية إن أنا عندي this winter هذا الشتاء و last winter الشتاء الماضي، فأنا بقارن بين شتائين فباخد الـ A comparative colder. طيب number 3 our oceans can محيطاتنا، محيطات يعني على الأرض can have some more extreme ولا the most extreme weather يعني الطقس شديد أو فيه طقس ضاري، يعني الطقس طبعا في المحيط يعني يكون بارد جدا on earth على وجه الأرض. طيب هل هو هنا قارن بين الطقس على في المحيطات والطقس في مكان تاني ولا في المحيطات بس وقارن بينه وبين on earth على الأرض كلها؟ هنا ما عنديش اثنين مقارن بينهم، فمش هختار الكومباراتيف اللي هو more، هختار السوبرلاتيف اللي هو the most.
Okay, rainfall, number four. The rainfall, سقوط الأمطار, was, كان, lower, ولا the lowest, this month than last month. عندي than وعندي كمان this month بقارن بين هذا الشهر وبين last month الشهر الماضي. هنا مقارنة بين اثنين comparative. خلاص مش هاخد the lowest ال est, هاخد اللي فيها er. Number five. In my country, في دولتي أو في بلادي, bigger ولا the biggest problem, المشكلة. هنا أكبر وهنا الأكبر, أو هنا كبرى يعني, أو أكبر من واحدة تانية يعني, وهنا الكبرى. Is the weather, هي الطقس. It's cold and rains, بارد ويمطر طوال الوقت. طيب ما فيش مقارنة بين اثنين هنا اطلاقا, ما فيش اثنين مقارن بينهم. انا بتكلم عن الطقس في دولتي, فاقول يعني ما فيش مشكلتين يعني اقارن بينهم, هي مشكلة واحدة بس, مشكلة الطقس. خلاص باخد الايه السوبرلاتيف, ما اخدش الكومباراتيف اللي فيها ER. طيب نشوف exercise 3. Look at the fact file, انظر للملف الحقائق هذا, for Cuba and Iceland. كيوبا وايسلند. Complete using brackets, كمل باستخدام comparative و superlative. طيب اوكي, صفات عندي هنا في القوس يعني high و cold و low, wet, dry, rainy, sunny. انا اسألكم سؤال, الصفات دي صفات قصيرة ولا طويلة؟ صفات قصيرة كلها, short adjective. خلاص لو أنا بقارن بين مكانين, الصفة القصيرة أضف لها ER. قارن بين اثنين زي ما درسنا, فنقول كيوبا has a هاي, عندي هاي. طيب maximum temperature, كيوبا فيها درجة حرارة يعني القصوى أو عالية جدا, than Iceland, أكثر من Iceland. يعني حتى من غير ما أشوف الملف يعني, هنا درجة الحرارة هنا 32 وهنا درجة 32, يعني هنا درجة الحرارة 14, أكيد إنها أعلى يعني في كيوبا. لكن طبيعي حتى من غير ملف من غير شيء أنا بقارن بين اثنين وعندي than وعندي مكانين, فأنا بضيف للصفة ER تلقائيا كل سهولة, higher. طيب ايسلاند, اوكي هذه ايسلاند, then كيوبا, من كيوبا, cold بيقول cold يعني ابرد, عايز يقول ابرد من كيوبا, بسيطة جدا, cold اضف لها ER اقول colder. وهكذا بقى, Iceland has lower, نضيف له lower ER, low ER, lower. نيجي ل wet, خلينا نكتبها هنا كده, wet. Cuba is, عايزين نقول wetter than. طيب wet هنا نلاقي انه اخرها حرف ساكن وقبله حرف متحرك, فلما نيجي نضيف ER هنعمل double T زي ما اخذنا, اوكي wetter. نيجي للصفة dry, dry اهو نكتبها هنا هي كمان, نلاقي اخرها واي وقبل الواي حرف ار يعني حرف ساكن, نعمل ايه؟ نحذف الواي ونقول كده حولها لاي يعني دراير. جميل. نيجي للصفة ريني, ريني نفس الكلام, اخرها واي قبل الواي حرف ساكن, احذف الواي واخليه اي اي ار. ساني نفس الكلام ايضا, ان احذف الواي اخليه اي واضيف الاي ار. جميل. ف مرة تانية بقول خلوا بالكم, إذا جاء يعني بقارن بين اثنين فالصفة اللي عندي لو قصيرة بضيف لها ER,
لو طويلة بحط قبلها more. طيب ما بقارنش بين اتنين وبفضل واحد على كل الآخرين، أو بقارن بين واحد وكل الآخرين، الصفة القصيرة هضيف لها est، الصفة الطويلة حط قبلها the most. يعني ده ملخص كل شيء، مع ان احنا نعرف الصفتين الشاذتين good و bad، مع ان احنا نعرف الاضافات دي كمان، ان احنا ندبل، ان احنا نحول ال y ل i، مع ان احنا نعرف ان as و as بينهم الصفة ما بتتغيرش ابدا. كده كل قاعدة الصفات في 4-5 كلمات. طيب giving examples، اعطاء الامثله، كلمه like بتيجي بمعنى مثل، such as مثل، و for example على سبيل المثال. دي كلمات بستخدمها عشان ادي امثله. شوف stay warm، هنا نقرا هنا stay warm، ابقى دافئا زي كده، by wearing the right clothes، من خلال ارتداء الملابس الصحيحه. Like a hat، مثل القبعة، and a sweater. Sweater هو يعني السترة الشتوية من الصوف. Hurricanes are usually، اللي هو الهريكين الإعصار الأعاصير يعني، usually given names، يدوها أسماء، such as مثل Hurricane Sandy، إعصار ساندي. There are a lot of fun activities، في أنشطة مسلية to do in the winter، في الشتاء تعملها في الشتاء يعني. For example على سبيل المثال skiing التزلج and ice skating، ده نوع تاني من التزلج يعني، skiing تزلج تزلجات طويلة، ice skating التزلج لما الواحد يلبس shoes كده فيه تزلج يعني أداة للتزلج فيه. يعني مثلا ناخد جملة كده، there are a lot of tornadoes، في tornadoes كثير in certain US states، في ولايات من الولايات المتحدة. tornado أيضا نوع من الأعاصير أيضا، مش أعصار، فيه هواء شديد وفيه دوران يعني دوامات. إزاي نستخدم الكلمات دي؟ يعني نقول كده نفس الجملة، there are a lot of tornadoes in certain US states، في ولايات من الولايات المتحدة، such as مثل مثلا such as Oklahoma and Texas، مثل أوكلاهاما وتكساس. طيب when you go camping، لما تروح تعمل مخيم، bring important items، احضر الأشياء المهمة. إيه مثلا ممكن أقول like water، مثل الماء، like water مثل الماء، and sunscreen وهذا كريم مضاد للشمس. وممكن أقول such as water، يعني like أو such as يستخدموا بدائل لبعض. طيب عايزين واحدة كده فيها for example. Number five، you can do a lot of outdoor activities، بإمكانك عمل أنشطة خارجية in warm weather، في الجو الدافئ يعني أو المعتدل. ممكن نقول كده for example هنا swimming and walking، وممكن نقول such as swimming and walking، وممكن نقول like swimming and walking. يعني دي مش قاعدة بس نعرف معاني الثلاث كلمات الدور. طيب اوكي finished unit 4.